السلام عليكم، اللي جبتكم مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع امونج اس مع الشباب. باذن الله المقطع الجاي راح يكون يا حياه واقعيه في امونج اس يا مود جديد اللي هو اغلب اليوتيوبر نزلوه، اللي هو مود الشرف اللي فيه يكون في شرطي من العشره هذولي واثنين امبوستر. فما جربته ولا مره لكن باذن الله راح اجربه وانزل عنه مقطع. فقبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك، اشتركوا بالقناه انتم مشتركين واغلبكم ما اشترك، فارجوكم اي واحد يشوف هذا المقطع ما اشترك اشترك وفعل زر التنبيهات. انت تفعيل زر التنبيهات مره مهم يبين لك اني انا نزلت مقطع ويجيك الشعار. لا تنسون توصلون هذا المقطع 20,000 لايك باذن الله زي مقاطع امونج اس كالعاده، وبس استمتعوا بالمقطع. عادل مستر عادل كيف حالك؟ سام مستر عادل كيف حالك؟ انت عزوز؟ كيف حال الجثة اللي انت نطتها؟ ايه انت عزوز كيف حالكم؟ شباب يا حبيبي اول لحظة خليني اتكلم. انا مسوي تصويت، انا مسوي تصويت، تجي تذبح قدامنا. انا مسوي تصويت، انا مسوي تصويت يا عيال اصبروا خليني اتكلم. يا شباب اول ما طفى الكهرب كنت عند باب الادمن، اوكي؟ من جاني من فوق مستر عادل وعزوز دخلوا الادمن. انا كنت انا ما ادري مستر عادل ما شفته، انا شطفتك نزلت تحت الستوريج. طيب 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 بقول لك انا وش سويت. رجعت للادمن قلت اكيد في جثة لان عادل راح يمين راح لادمن، عزوز ما شفته اوكي لان الرؤيه كانت قليله. واحد ثاني مسوي دبل، مين الثاني اللي ماشي معه؟ عزوز. اعطيتكم الامبوسترين مع السلامه. وين ايش قال مين اساس تذبح قدامه؟ عادل. عادل ما ذبحت احد. ما ادري والله بس النظام نسلم لانه مسوي سكان فاي شيء يقوله صح. حلو سلم مستحيل. انا شطفتك ونزلت استرج. انا ما شفتك الكهرب. انا شفتك الكافيتيريا بس هذا شطفت. الحمد لله جبنا القاتل الاول، عزوز الثاني. واخبارك يا عزوز؟ اطرده يا اخي تمشون مع بعض والله ما ادري ايش اسوي. اقول اطرده يا ساعه الجيم. يو 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 يا ساتر. واحد اثنين ثلاث. فهد ما شفت شيء؟ مو بواضح لي مره بس هو طالع من الباب ترى يعني. طيب خالد مكانك؟ انا مدبي. من وين جاي؟ مدبي من الكافيتيريا. وقابلت عزوز جاي من وين؟ كافيتيريا. انا برنجن. انا مصطفى. وقابلنا كذا اول ما قابلنا خالد جت صيت اي بكسب مصطفى. انا وبكسب وخالد ومصطفى وعزوز هذا اخر شيء. ولا عزوز اخر واحد جانا قبل ما اروح الكافيتيريا. اربعه صح؟ خمسه انا في الالكتريك. اخر واحد جاء عزوز على اليمين يعني. الكاميرات ما تشتغل. نقول ان خلصنا الاوتو 200 في الاوتو الاولى الثانيه. نشوف الكاميرا تشتغل. يب تشتغل. طفت الكاميرات. حلو اساطير صراحه. ذبحوا صصين مو بواحد صصين. الله بسال على الاماكن. انا وخالد مصلحين الكهرب وانت شايف الكهرب. انا الحين لوك ترى. دقيقه ضل ما مدى كل واحد يتكلم. سلوم فينك؟ انا في الكهرب. سلوم هلا. انت وخالد مين دخل اول على الكهرب؟ مع بعض. داخلين. من فين جيتوا؟ انا جاي من ستوريج. طيب ماشيين مع بعض حتى الكامات شافنا. طيب. الكامات من كان على الكامات؟ كان بالكامات في واحد كان يشوف الكامات ومتاكد. انس يعني ما شفتنا وحنا نمشي مع بعض. انا جاي من الكافيتيريا قابل خالد. يا تذكرون اللي طب سكفوا بسوي ميتنج. سكفوا بسوي ميتنج. حلو. ما انا اللي مسوي ريبورت. انت اتهمت لين عضيت الارض. خلنا نتكلم لو سمحت. انس انت اللي كنت بالكامات ولا لا؟ انا ما كنت في الكامات. ليش طب الشباب يقولون انك بالكامات؟ من كان بالكامات؟ لا ما كنت في الكامات. انا وخالد ماشيين من الادمن الى الكهرب، صلحنا الكهرب. اول انا سكبت. اول واحد طلع انس راح على اليسار، جيت بطلع بلحقه صوت على الجثه. فهذا الراوند انا اضمن خالد من يوم شفته عند الادمن. كاميرات شويتين. اوكي انا استعيني هاد رايح النافيجيشن اكس بي ما حاول نطور راوند.
ايوه يا وليد. انا المسوق. دون ماكر يا انس يا وليد تقفل علينا باب استرج. انا كنت جهة الالكتريكال وانت والوليد كان محبوس جوا هو وبي اكس بي. ما كنت محبوس، كنت بالكوميونيكيشن. انفتح الباب ادخل، لقيت الجثة وخالد قدامها. انا وانس بنمشي مع بعض. طيب يا عيال لحظة. طيب. وقت الكهرب ولا احد جاء، ليش؟ انا كنت في السكيورتي قاعد اشوف الكاميرات انتظر احد يصلح، ما حد صلح. انتظر ما حد صلح، انا اللي صلحته. وجاني انس فاخر شيء. انس داخل علي. طيب يا عيال ترى طالت السالفه وهي قصيره. عادي ارمي تهمه على انس وكبو. لا ما تطلعني، اصبر. ليش تطلعني دقيقة؟ ليش تطلعني؟ ابى اصوت على انس. انا يعني افهمها يا سلوم، صوت على انس. حركات خالد مسير امبوستر. الجيم صعب جدا يا ساتر. انا بخلي انس، ابي اخلي انس اول ام الجيم. لا والله ما عندي. يا كفو ليش ما تخلص؟ كيفني معك؟ والله انك اسطوره. انا ذابحه قدام انس ولا هو الوحيد اللي هناك. اسمع اسمع هي هي هم سلوم سلوم. هلا اقسم بالله انك والله القتله ذي فيها مجازفه شكل. ما ينفع كذا يا شباب، ما اعرف كيف نظام لعبه. العاده اجي انا وخالد، لكن ان شاء الله ان كفو. اللي بالكاميرات تكفى قل لي انك شفته. شفته يا رجال، شفته ويذبح صقع بالجدران. قلت هذا وراه شيء. دقيقة لا لا انا أيه. من اليوم انا اليوم مقف. الجثة وين؟ سريع يا ساحلو سريع. انت بلادم انت بلادم. دخلت لقيت سلوم؟ لا خلاص سوي صلوم. انا شفته داخل الادمن وبعدين انت دخلت وراه وما شفته. صوت علي. طيب خله يبرر، لا حد يصوت، خله يبرر. صوت علي ماني فاضي ابرر. مره ثانيه طفي الكوميونيكيشن. 700 مره اقول لك. شفت فهد اللور انجن من اللي راح مع يمين جاسم. بعدها خلصت مهمه الرياكتر الطويله اوكي اللي في النص. جاني طلول. انا كنت واقف على الجثه واتمنى ما تتهمني يا مصطفى لانك انت تبي النور ينفتح. مشيت عند باب الالكتريك، شفت روح راح على اليمين راح لجهه الادمن اوكي. انا دخلت الالكتريك خلصت مهمه، بعدين اول ما طلعت جات الصوت. حلو طيب روح تكلم. ضبط انا نزلت. حلو نزلت أيه؟ اللور انجن برضه سويت حقه في السلام. ايوه شفتك بدايه قايل لكم روح صايده. دي 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 صايده.